Good morning. Good morning, fourth grade. How are you today? Let's begin our grammar of Unit 7. It's about much, many, lots of, and a lot of. هدول الكلمات بدنا نشوف استخداماتهم متى مستخدم much, متى many, متى a lot of, متى lots of. كلياتهم بيجوا بمعنى كثير. كلياتهم كلهم بمعنى كثير، يعني أنا بدي أعبر عن إشي إنه كثير بستعمل هدول الكلمات، لكن رح يكون استخداماتهم مختلفة. هلأ الفرق الأساسي بين much and many اللي هو much لل uncountable noun و many لل countable noun. إيش يعني countable and uncountable؟ هلأ countable اللي هو الكلمات اللي بتكون تعد، plural countable noun، plural يعني أشياء معدودة أنا بستطيع إني أعدها، تمام؟ الـ uncountable noun اللي هي الأشياء الغير معدودة، الأشياء الغير معدودة اللي أنا ما بستطيع أعدها، زي مثلاً السوائل، الأشياء السائلة بأنواعها، سواء milk, juice, water. أعطيكم مثال بسيط ممكن يكون فكاهي شوي. هلأ أنا بدي أروح مثلاً، أنا بدي أشتري عصير، أوكي، من السوبر ماركت، وفتت على السوبر ماركت وحكيت له بدي مثلاً 150 نقطة من عصير البرتقال. مستحيل، اكيد رح يصير يضحك علي ويحكي لي شو ايش عم تحكي، مستحيل انا بعطيكي بالعلبه بالكيلو باللتر، سوري باللتر، سوائل كلياتها باللتر، فاكيد انا ما رح اعد النقاط. عشان هيك انا رح استعمل ماتش، ماتش للاشياء الكميه. طيب مثال اخر، انا بدي اروح اشتري مثلا رز او سكر، هاي الاشياء اللي بتكون حباتها زي الذرات او صغيره، اكيد انا ما راح اجي واحكي له بدي مثلا 20 ذره من السكر، اكيد راح يحكي لي انت شكلك مش مزبوطه، ايش في مالك اول مره تشتري سكر، فانا بدي اشتري بالكيلو. عشان هيك لازم انا استعمل ماتش. اذا كلمه ماتش تستعمل مع الـ uncountable noun زي مثلا الأشياء الغير معدودة، وهلا رح أعطيكم أمثلة أكثر، مش بس على السوائل وعلى مثلا رايس and sugar، هاي الأشياء لسه كمان في كمان أشياء تستعمل مع much، ومع الأمثلة رح تتركز أكثر وتفهموها أكثر. نيجي على many. many كثير أسهل، هي مع الأشياء المعدودة، أشياء نستطيع نعدها، chairs, friends, people، أي شيء ممكن أنا أعده بكل سهولة وأعطي منه عدد ما بدون ما حدا يطلع علي إن أنا عم بحكي إشي غريب. أوكي، apples, bananas, pencils، أي شيء ممكن أنا أعده. هلأ نيجي على lot. A lot of and lots of. هدول بنيجي بنحط دايما بيناتهم إشارة يساوي، ليش؟ لأنهم الثنتين بيستعملوا زي بعض، يعني سواء أنا استعملت a lot of أو lots of نفس المعنى، مش زي much many ممكن أنا أغير بالمعنى، يعني أنا ممكن أستعمل مع المعدود a lot of، ممكن أستعمل مع غير المعدود a lots of، يعني الثنتين زي بعض، استخداماتهم زي بعض. خلينا أشوف، نركز على much and many. much and many mainly used in negative sentences and questions. هلأ much and many على الأغلب، على الأغلب أنا بستعملهم بالنيجاتيف، بالجمل المنفية اللي فيها not للآخر يا رابع، and the questions الأسئلة. عشان هيك أنا دايما على الأغلب بالجمل بتطرق ل a lot of and lots of، وما بحكي much أو many. تمام، ما تيجي تحكي لي طب بما أنه much بتعبر عن ال uncountable noun و many بتعبر عن ال countable noun، طب أنا ليش بروح بستعمل a lot of و lots of؟ ليش؟ لأنه أنا much and many ما بستعملهم بالأفيرماتيف. إيش يعني أفيرماتيف؟ اللي هي الجمل المثبتة. أوكي، إذا much used with uncountable nouns مع الأسماء الغير معدودة، زي ما حكيت لكم عن أمثلة السوائل و الأشياء التي تشترى بالكمية، وماني مع plural countable أو countable nouns الأسماء المعدودة. إذا خلينا نركز على much شوي، much مع countable nouns، خلينا نشوف عليها أمثلة. I don't have much time، بما أنه أنا عندي هون negative فأنا رحت على طول واستعملت much، ما رحت على lot، lots of أو a lot of. تمام، بلشت توضح الصورة، حلو. He doesn't need much money، هو ما بحتاج كثير مصاري. هلأ money، money ها لفظها غير عن money، money كثير و money معناها نقود، بستعمل معها much. ما تحكي لي بعدهم المصاري بنستعمل معاهم much، حطها قاعدة عندك وركز عليها واحفظها منيح. much تيجي مع المصاري اللي هم money، السبيلنج لكلمة money اللي هي M-O-N-E-Y،
اوكي طيب نيجي على مثلا does it use much electricity؟ الكهرباء بستطيع اعدها؟ لا هي بعداد وواط وكيلو واط وهاي القصص. طيب انا بدي استعمل معاها much. هي نعم بعطيكم امثله على اشياء جديده عليكم. اذا time الوقت money النقود electricity الكهرباء بستعمل معاهم much وبعتبرهم uncountable nouns. نيجي على money. money هيك تلفظ مش money. money معناها نقود. money مع plural countable nouns مع الأشياء المعدودة. there aren't many chairs in the room. ليس هناك العديد من أو الكافي من الكراسي في الغرفة. I don't have many friends. أنا ما عندي أصدقاء كثير. do you think many people will go؟ هل تعتقد أن العديد من الناس سوف يذهبون؟ لاحظ هون أنا استعملت much and many بالنيجاتيف وبال interrogative أو questions. تمام؟ نيجي نيجي هلأ على okay a lot of and lots of. هدول الكلمات زي ما حكينا معناهم نفس بعض، سواء استعملت a lot of أو lots of نفس الشيء، لكن الفرق بيناتهم عن much and many أنا بستعملهم بالaffirmative، بستعملهم الجمل المثبتة. إيش يعني affirmative؟ جمل مثبتة. إيش يعني جمل مثبتة؟ الجمل اللي ما فيها نط، ما فيها نفي، جملة مثبتة ثابتة، إشي صار ما نفيته أنا، ومش بالquestions بس بالجمل العادية. زي خلينا نشوف الأمثلة، الأمثلة دائما بتوضح شو بنحكي. I need a lot of coffee. أنا محتاجة كثير من القهوة إني أشربها. كمان I need lots of coffee. هلأ علامة يساوي هون بتوضح لك إنه أنا استعملت a lot of أو lots of، ما في فرق. ما تيجي تحكي لي ما هي uncountable noun معناته أنا بستعمل معاها lots of، مش في هون A وال A وان بيجوا مع المفرد. هلأ ما تدخل حالك بهاي القصص. تمام. هلأ أصلا كوفي هي سوائل. طيب كوفي هي سوائل، فأنا بستعمل معاها إذا أنا بدي أفكر بهذا هاي الفكرة بستعمل معاها بس a lot of. طيب لا، أنا بستعمل lots of a lot of نفس الشيء. تمام، ما تخربط حالك. أنا a lot of lots of بستعملهم مع كل الأشياء، سواء كانوا countable أو uncountable noun، لكن الفرق بينهم بين هدول إن أنا بستعملها مع الجمل المثبتة. كمان المثال الآخر there is a lot of traffic today. هنا اليوم يوجد الكثير من الازدحام المروري. كمان خلينا نشوف مثال آخر she has a lot of friends. لاحظ هون أنا عم بحكي عن countable noun أو she has lots of friends نفس الشيء. there are a lot of cars on the street. ركز لي على هذا الشيء، أنا في عندي cars والcars countable noun وأنا عندي هون a lot، فلما تيجي على A هون اللي هي بتيجي دايما سواء A أو an بيجوا مع الغير سوري مع المفرد مع السنجولر، لكن هون أنا عندي cars. ما تركز على هاي الفكرة، بدي تعرف إنه a lot of أو lots of بيجوا مع countable noun ومع ال uncountable noun بالجمل المثبتة. أوكي بدنا نركز كمان على a lot of lots of. a lot of means a large number of amount. It can be used for countable or uncountable nouns, negative, positive, and questions. هلا كمان في معلومة أخرى إنه أنا ممكن أستعملهم بالجمل المنفية والجمل المثبتة والأسئلة. Lots of a lot of and lots of have the same meaning. بدنا نعيد ونكرر إنهم هدول الكلمات بيحتووا على نفس المعنى. Okay. It can be used for countable or uncountable nouns, negative, positive, and questions. خلينا نشوف الـ examples here، الأمثلة على a lot of and lots of.
Examples here, they've got a lot of orange juice. لديهم الكثير من عصير البرتقال. There's a lot of money in my bag. لدي الكثير من النقود في حقيبتي. I have a lot of pencils. لدي الكثير من أقلام الرصاص. I have a lot of time. لدي الكثير من الوقت. I drank a lot of water. شربت الكثير من الماء. لاحظ هنا أنا استعملت مع الكاونتبل ومع uncountable nouns نفس الشيء. كمان examples of lots of people went to the game. الكثير من الأشخاص ذهبوا إلى اللعبة. There were lots of jobs. الكثير من هناك الكثير من الوظائف. Listening to music is lots of fun. الاستماع للموسيقى شيء ممتع أو شيء كثير في كثير من المتعة. Sorry. There's lots of milk in the bucket. هناك الكثير من الحليب في العلبة. I have lots of cars. أنا لدي الكثير من السيارات. وضحت الفكرة يا رابع؟ شفتوا كيف الاستخدام a lot of and lots of كثير سهل وبيجي مع كل شيء، يعني ما رح تتخربط وشو ما انت اخترت رح يكون صح، لكن مرات بيكون في الامتحانات رح يكون محددين لك كلمات معينة، وهو الاستخدام بالكلمات هو بيكون شوي بخلق عند الطلاب شوية تخربطة، وإن شاء الله بعد هذا الشرح ما تتخربطوا والموضوع كثير سهل وبسيط. Let's move to the page number 78, pupil's book. Please open your box. Okay, do you open your box? فتحت كتبكم؟ تمام. Page number 78, grammar. Are there many yaks on the mountains? لاحظ هون أنا استعملت many في question في سؤال، واستعملتها مع countable nouns اللي هي yaks جمع ثور اللي هم الثيران أو حيوان الثور. Is there much snow on the mountains؟ هون استعملت much be لquestion، كمان استعملتها لsnow وهو شيء غير معدود مستحيل أنا أستطيع أعد الثلج، فأنا استعملت معه much وmuch للكمية. أوكي، الجواب هون السؤال الأول yes there is, no there aren't. This is the جواب السؤال هاد وهذا جواب السؤال هاد. هون استعملنا aren't لأنه جمع countable noun، وهون استعملنا there is لأنه uncountable، وهذا شيء أنتوا عارفينه. إذن is مع countable، is مع uncountable، و are مع countable nouns. أوكي أعيد يا رابع. تمام، هلا countable nouns بما أنهم جمع فأنا حستعمل معهم are، و uncountable nouns بما أنهم هم غير معدود فأنا حستعمل معهم is، حتى لو كانت الكمية كثيرة بستعمل معهم is. أوكي، ask and answer. هنا في عندي أنا مجموعة من الصور وفي عندهم كلمات معينة، أنا بدي أكون سؤال وجواب، بدي أسأل وأجاوب على هاي الصورة، أشوف مهارتي في تكوين الأسئلة والأجوبة باستخدام much and many. هلا أنا في عندي هون water، و water here، و water here هي uncountable شيء غير معدود، فأنا شو رح أستعمل هون؟ is there much water in the river. Yes. إذن السؤال رح يكون is there much water in the river؟ الجواب رح يكون no there is not. السؤال واضح إنه أو الصورة واضحة إنه كمية الماء قليلة في النهر، فرح يكون الجواب no there is not. بدي أكتب لكم هلأ السؤال والجواب على أساس من عليه تقدروا تطبقوا على الدفتر باقي الصور عندكم. تمام؟ أوكي، ملاحظين كيف السؤال والجواب على picture number one. Is there much water in the river؟ استعملت is لأنه غير معدود، و much أكيد لأنه غير معدود uncountable noun، والجواب no there is not. طبعا دائما بالسؤال وبالجواب يكون في عندي أنا exchange، بلشنا ب is there والجواب رح يكون there is، وهي أشياء بتعرفوها. Now خلينا نشوف question number two. إذا بدنا نعمل عليها question and answer, ask and answer، في عنا هون trees and forests. هلأ trees countable يعني معدود، معناته أنا بدي أستعمل many. Yes. Are there many trees in the forests؟
رح نحكي yes there are بكل سهولة. تمام؟ هلا أنا ما رح أكتب لكم السؤال والجواب هون، أنتوا على الدفتر رح تحلوا as a homework 2 and 3 4 5 6 as a homework، زي ما أنا عملت بالسؤال الأول ask and answer. بدك تعرف متى رح تستعمل much، متى رح تستعمل many، بدك تعرف متى رح تستعمل is ومتى رح تستعمل are. أوكي؟ now exercise number 2. There aren't many birds. خلينا نشوف هون، في عندي أنا في القفص هون the cage. We have two birds. فالجملة المناسبة لهم there aren't many birds. There are lots of birds. There are a lot of birds. لاحظ هون أنا استعملت lots of and a lot of، نفس الشيء ما تغير على معنى الجملة. هنا في عندي there isn't much water. There is a lot of juice and there's lots of juice. Okay. هون point and say. هلا lots عم بحكي لك remember lots of and a lot of نفس المعنى the same meaning. Here number one we have water here. نسبة المي كثير قليلة، فأنا كيف بدي أعبر عنها باستخدام lots of and a lot of؟ رح أحكي there is not a lot of water in the bottle، أو رح أحكي there is not lots of water in the bottle. يعني أنا بقدر أستعمل lots of and a lot of بالنيجاتيف بكل سهولة، بقدر أستعمل much كمان لأنها للكمية. اوكي هلا انا بس بدي تعملوا على نمبر اكسرسايز نمبر 1 هير، هاد راح ابعث لكم على الجروب الواجب. اوكي، جود باي.